تعال ابو بطليه تعال اشرح لنا. هذا يا طول عمر السلامة يسموه انقنا. هذا بعد ما ينتهي موسم العنب. طبعا هذا يتكون عبارة عن طين. يجينوا مع قش يحطونه. فمجرد ما ينتهي موسم العنب يحطونه جوا هذا يحفظوه لمدة 6 شهور. تمام. العنب لا يخرب ولا يصير له اي شيء ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا شكله. فالحين نكسر واحد ونشوف تقريبا عدى عليه الحين 4 شهور. عدى عليه 4 شهور؟ 4 شهور من موسم العنب، فلا نكسر حبه ونشوف. طيب كسر لنا واحده يا ياكل وما يدكو. ويجيب حجر. هذا العنب مثل ما شايفينه كأنك توك قاطفه منه الشجر. لا والله طريه ما شاء الله جاهزه، طريه ونفس الطعم نفس الشيء. هذا طال عمرك طريقه غنيه عاد، ابتكار افغاني، ابتكار افغاني، ابتكار شمالي. اي والله. شفت يا جماعه الخير، الولد يبغى له براءه اختراع على قولة ابو عبد اللطيف. شفتوا كيف يحتفظون بالعنب؟ 5 شهور، 6 شهور، 7 شهور ما تخرب. طبعا هذا طوب من الطين والقش. هذا كانجينا بالافغاني. ايش اسمه؟ كانجينا. كانجينا يسمونه كانجينا. نجرب واحد نشوف. لا والله فعلا زي تمام. هات الكيس يا ولد.